ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تحولت الملحقة الإدارية الثانية بالمقاطعة الحضرية حسان في العاصمة الرباط إلى مكان خصب لانتشار فيروس كورونا بفعل تجمع المئات من المواطنين يوميا لقضاء أغراضهم الإدارية دون اعتماد أي من التدابير الاحترازية ضد تفشي وباء كورونا. وحسب صور تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فإن المئات من المرتفقين يتوافدون يوميا على الملحقة الإدارية المذكورة في غياب التباعد الجسدي وتدابير الوقاية من فيروس كورونا وغياب تام لمسؤولي ومنتخبي هذه الدائرة. واحتج عدد من المواطنين على خرق الطوارئ الصحية بتجمع أعداد كبيرة من المرتفقين في مكان مزدحم يفتقد لأدنى شروط السلامة الصحية وهو ما ينذر بتفجر بؤرة وبائية. سلطات العاصمة كانت قد أغلقت مقاطعة حسان في وقت سابق بعدما تأكدت إصابة موظفة بفيروس كورونا كوفيد-19. وتم إغلاق المقاطعة لمدة 10 أيام وإخضاع جميع العاملين بها لاختبارات مستعجلة للتحقق من إصابتهم بكورونا من عدمه، إلا أن ذلك لم يقنع رئيس المقاطعة باتخاذ قرارات تجنب الملحقات الإدارية التابعة لها انتشار وباء كورونا. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.